هذيك الجريمة بشعة بامتياز، واحد الجريمة اللي قاصحة شي شوية، تلقاوها الناس بواحد صدمة كبيرة. الإنسان أخي قتل الأخ ديالو والمرأة ديالو، يعني ستة الأشخاص، يعني هذا الإنسان هذا أكثر من مريض نفسي، هذا واحد الإنسان اللي ما خصوش يعيش حر طليق في المجتمع، لأنه خطير جدا، لأنه أدى إلى قتل ستة الأرواح، شي حاجة خطيرة جدا صراحة. غالبا هذا إشكال ديال الإرث، راه ماشي هذه أول مرة كتوقع شي جريمة على الإرث، يعني كاين جرائم هذه مجرد امتداد لبزاف ديال الجرائم من أجل الإرث. يعني حنا كنشوفوا بأن حنا المغاربة يعني طمع، يعني الإنسان ربما هو طمع في ذاك الإرث، هما ما داروش، يمكن ما خلاوش يستولي على ذاك الإرث كامل، وبما أدى إلى ارتكاب هذه الجريمة هذه. أخويا أنا بحال هذا الشخص هذا اللي مثلا يعني ما مريض نفسي ما والو، يعني اللي دار هذه الجريمة هذه، يعني خصو الإعدام مباشرة. هذا خصو، أنا في الرأي ديالي خصو الإعدام، لأنك باش تقتل طفل صغير، نقولوا الاخ مثلا عنده مشكل مع الاخ، نقول ما يحنش فيه، ولكن طفل صغير كيفاش غادي دير مثلا تقتل طفل صغير وتقتل مثلا الناس اللي ما عندهمش مثلا دخل؟ يعني هذا خصو الاعدام، هذا باش تكون عبره للناس غير اللي كيفكروا مثلا مستقبلا يديروا هذه الجرائم هذه، يعني باش تكون عبره. بالنسبه للجريمه اللي وقعت في سلا، يعني كانت جريمه شنيعه، يعني اول مره نسمعوا بان واحد يقتل عائله كبيره على قدها، كي يعني هاد الجريمه، يعني ولينا كنسمعوا بزاف ديال الجرائم خصوصا هاد السنوات الاخيره، ما بقاش الامن، ما بقاش، يعني كتولي انت خارج وانت خايف، يعني بزاف الحوايج، يعني انت خايف من جنابك، انت خارج وخايف بزاف الحوايج، وهادشي اللي يعني ولينا كنسمعوا الجرائم، جرائم ديال الاغتصاب، جرائم القتل، يعني بأسباب يعني جد، يعني ماشي يعني كتدعي لهاد الضروره. هادشي ما علاش غنقتل واحد الانسان، ما واخا يكون يعني ادين، يعني ما عندناش حق يعني ناديو انسان. وصراحه كاين هاد المشكل انا ديال الارث، بصح هاد القضيه ديال الارث، يعني يقدر الفلوس يعني تقدر تبدل بزاف الحوايج، يعني الطمع كما كنقولوا، الطمع يقدر بنادم يقتل على قبله، يعني الفلوس، يعني يقدر يدير اي حاجه على قبل الفلوس باش ياخذ هذاك الفلوس. بالنسبة لي أنا، يعني قتل النفس يعني بغير حق، يعني جريمة، يعني الإعدام، يعني خصو يتعدم. هاد الجرائم اللي ولينا كنسمعو بزاف، يعني أحسن يعني عقوبة هي الإعدام، باش يكون عبرة لجميع المواطنين، الشعب، وهذا يكون عبرة للشعب باش إنسان آخر ما يعاودش يدير نفس الحاجة. خويا هذيك الجريمة جاتني جريمة بشعة، ما عمرنا كنا كنتصوروا غادي يوقع توقع جريمه بحال هذا الشكل. ولكن اش غادي نقول لك، بزاف ديال العوامل اللي جعلت ديك الجريمه توقع، ما خصنا نشوفوا الاسباب ونشوفوا اللي سميتو علاش وقعت ديك الجريمه، شنو السبب، خصنا نبحثوا البحث، ماشي تجي وتوقع واحد الجريمه هكذاك. بزاف الناس كيقولوا واحد الجريمه هذه، ما خصناش نتصور لك زعما تقتل اطفال ابرياء وتقتل مسائل زعما ما يقبلهاش العقل. اخويا هذا المشكل ديال الورث كنا كنسمعوا به من قديم الزمان في المغرب بلادنا، كمثال عطيك كمثال، في البوادي كيوقعوا جرائم بشعه في البوادي، هذا الدليل، طرف الارض هذا الدليل، فهمتيني؟ ولكن خصنا بنادم يكون وصل في القرن 21، خصنا نكونوا تخطينا هذه المسائل، تخطينا هذه المسائل بزاف، لان شوف دابا الانسان وصل للمريخ ولا كيبريباري باش يعيش في المريخ. هذا ما كانش يدير هذه الجريمه على قبل الورث، هذا الحكم اللي خصك تعطيه، ونقول لك انايا نعطيه مؤبد، هذا مؤبد، قتل بزاف ديال الاشخاص ابرياء، فهمتيني؟ ابري اطفال وهاد الجريمة زعما ما كيبغى لا ربي ولا عبده ولا اي حاجة بحال هاد الشيء، راه واعر، عندنا وليداتنا راه كنخافوا عليهم وكنخافوا على ريوسنا، ما كنبغيوش هاد الشيء، ما نبغيو ناديو الناس، ما نبغيو الناس ياديونا، عيب
هاد الناس هاد الشيء هادو اللي تيديروا هاد بحال هاد الحوايج هادو راه خاصهم يتأدبوا. راه كاينين عندنا الحمد لله ناس الامن اللي خدامين، راه الله يجعلكم عير تحرك، راه انت في يديهم. راه بنادم كيبقى يضيع في وقته وكيبدا يدير شي حاجه اللي هي ما خداماش، او انت تنوض اش غادي ندير، نوض نقتل واحد ولا نوض نتكرس على واحد ولا نوض ندير شي حاجه اللي ما تخافش الله. هو غدا يوم القيامه حنا درناك هنا دزتي كاع، وغدا امام الله اش غادي تقول؟ وتقول لهم لا راه عندي خويا ولا عندي با ولا عندي جدي ولا انا راه ما كانش عندي العقل ولا ما داك الشيء راه ما خدامش. والله سبحانه عز وجل خاص هذه البلاد تبقى زينه، قال لك لا يغيروا قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حنا هذه البلاد راه خاصنا حنا نوقفوا معاها، ولا شفنا شي حاجه خاصنا حنا نفاجروا، ما نخليوش هذيك الحاجه دير باش الناس اخرين بلدان اخرين ما يسمعوش على المغرب راه بانه راه خايب. المغرب راه فيه جرائم، المغرب راه فيه حاجات اللي هذاك، لا خاصنا شي يجيو عندنا ويحبونا. اللي سمع المغربي يجي عندك لابي يدي او مغربي يمشي عندهم عندكو باش يدي بجوج، ماشي يشوفوا مغربي حال الله يسر مع اش شافوا.